أعلن فيلق الرحمن ظهر اليوم الخميس عن إطلاق معركة جديدة جنوب غوطة دمشق الشرقية تحت اسم لا تحزنوا. وقال الناطق الرسمي باسم الفيلق وائل العلوان إن المعركة انطلقت من بلدة المحمدية جنوب الغوطة، وهدفها استعادة المناطق التي سيطرت قوات النظام عليها قبل أشهر في القطاع الجنوبي للغوطة الشرقية. وفي غضون ذلك شنت طائرات النظام الحربية غارات مكثفة على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن استشهاد شخص وجرح العشرات. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الغوطة الشرقية مراسل حلب اليوم منصور أبو الخير. مرحبا بك منصور، ما هي تطورات المعركة التي أعلنها فيلق الرحمن في القطاع الجنوبي من الغوطة لحد الآن؟ نعم أصلاً، أهلا بك وبالأخوة المشاهدين. بالفعل أطلقت أمس الخميس أو اليوم عفواً الخميس معركة ولا تحزنوا، هي رديفة لمعركة ولا تهنوا التي أطلقت من قبل على جبهة جسرين قريباً من جبهة المحمدية. طبعاً الجبهة الجنوبية للغوطة الشرقية هي كانت المستهدفة في هذه المعركة. هجوم شنه فيلق الرحمن على هذه النقاط. الهدف الرئيسي هو استعادة النقاط التي خسرها قبل أشهر في قطاع جنوب الغوطة الشرقية. طبعا المعركة لها أهداف أخرى، وهي تشديد النظام، التخفيف على باقي الجبهات التي يحاول النظام التقدم عليها كجبهات الشرقية. أيضا جبهات دارية المشتعلة، الأخوة في حلب، كل هذه الجبهات المشتعلة كان السبب هو التخفيف عن هذه الجبهات الأخرى المشتعلة. أيضا محاولة لاستعادة النقاط، واستطاع الثوار بالفعل السيطرة على عدة نقاط على جبهة المحمدية. طبعا النظام يرد دائما عند بدء المعركة بقصف جنوني. بلدة المحمدية اليوم غارات جوية، 6 غارات جوية استهدفت البلدة. أيضا جسرين استهدفت بغارات جوية، مدينة دوما 2 غارتين جويتين استهدفت الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، الشيفوني، الريحان، كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية شهدت قصف جوي إزاء هذه المعركة التي أطلقت من قبل الفيلق الرحمن. طبعا النظام عندما لا يستطيع الرد على هذه المعارك التي تطلق وتأتي مباغتة له، يرد على المدنيين القاطنين ضمن الأحياء السكنية الآمنة. طيب، شهدت الغوطة في الآونة الأخيرة انطلاق عدة معارك، هل هناك تنسيق بين الفصائل العسكرية بالغوطة في إدارة هذه المعارك؟ نعم أصلا، بعد الخلاف الذي حصل بين فصائل الغوطة كان هنالك جهود حثيثة من قبل الكثير من النشطاء داخل الغوطة وأصحاب القرار. شكلت لجنة الستة أو لجنة السداسية لحل الخلاف، استطاعوا إيقاف الاقتتال، استطاعوا فتح طرقات الغوطة الشرقية، إعادة تماسك للغوطة الشرقية، استطاعوا تشكيل غرفة عمليات مشتركة ما بين الفصائل لتحصين الجبهات. و كانت هذه العملية والعملية السابقة لجيش الإسلام ذات الرقاع 1 و3 كانت هي في تنسيق ما بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن. أيضا الجهود التي بذلت من قبل الإعلاميين أيضا في مبادرة الجيش الواحد، ومن ثم بعدها مبادرة الفعاليات الشعبية في مدينة دوما لفتح الجبهات على دمشق، كانت هذه الاستجابة من قبل فيلق الرحمن بإطلاق هذه المعركة. وبدأت اليوم كما ذكرنا كانت النتائج إيجابية والمعركة ما زالت مستمرة. طيب، ما هي المناطق التي تعرضت للقصف اليوم في الغوطة، وما الحصيلة النهائية للضحايا؟ نعم أصلا كما ذكرت لك، بدأت المعركة صباحا، بدأ النظام شن غارات جوية على المحمدية، 6 غارات جوية على المحمدية وغارة على جسرين، بالإضافة لغارتين على مدينة دوما على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين، غارة على الشيفونية وغارتين على الريحان. طبعا الحصيلة كانت معظمها جرحى، لم يكن هناك ضحايا شهداء. استشهدت طفلة في عربين نتيجة إصابتها من قبل الطيران الحربي قبل جمعة من الآن، هي الشهيدة الواحدة اليوم التي ارتقت نتيجة القصف الجوي. نعم. ولكن السابق طبعا القصف الجوي مستمر ضمن حملة همجية على الأحياء السكنية المدنية في الغوطة الشرقية منذ أكثر من شهر تقريبا. نعم، شكرا لك من الغوطاء الشرقية مراسل حلب اليوم في ريف دمشق منصور أبو الخير.